معتقد ان الاجراءات التصويبيه او التصحيحيه التي اعلن عنها مصابيح المركزي بقياده السيد ناجي عيسى هي اجراء في حد ذاته كان لابد من اتخاذه قبل اصلا الوصول الى سعر الضريبه، يعني زياده 27% قبل بدايه العام هذا العام. نعم. وكان على صديق كبير الاجراءات لحد ما تكون ناجحة فيما يتعلق بعلاج الأزمة النقدية ومشاكل السياسة النقدية التي تسبب فيه نفسه هو الصديق الكبير الذي كان متفردا بقرار مصرفه المركزي دون أن يستشير أحد ودون أن يكون للآخرين من أعضاء مجلس الإدارة أي صوت مع حضرة الصديق الكبير. على العموم ناجي عيسى ونائبه لم يجدوا أمامهم إلا وضع نقاط أو إجراءات تصويبية تصحيحية لمشاكل المنظومة المصرفية والتي تهدف إلى أولا عودة الثقة في المنظومة المصرفية بشكل عام. أزمة السيولة، أزمة سعر الصرف الموازي والتوافق والتراهيب بين السعرين الرسمي والسعر في السوق السوداء، وهذه إجراءات إلى حد ما يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المدى المتوسط إلى المدى البعيد، لكن من الأوجب كان على المؤسسات الدولة الأخرى سواء هنا في المنطقة الغربية حكومة عبد الحميد التي تشرف على صرف الأموال فيما يتعلق بالمرتبات ودعم الوقود وتتفرد بهذا الشيء، وكذلك جزء من ميزانية التنمية والإعمار، وكذلك حكومة حماد ومن يدور في فلك الرجمة هناك إلى وضع رؤية موحدة. إذا نجتمع على رؤية سياسية أقل شيء لأجل المواطن المطحون، أن نجتمع على رؤية موحدة تتعلق بتوزيع الثروة بين الليبيين. الآن أصبح هناك شبه حكومات أقاليم، حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، وكلاهما تتولى أمر الصرف وببذخ شديد. الصديق الكبير لم يكن ظالما في مسألة أن هناك تضخما كبيرا في بند المرتبات وكذلك دعم المحروقات سواء الوقود الخدمات الشخصية أو للكهرباء، وهذا ليس بالكذب. زايد هناك جريمة كبرى تتعلق بالمقايضة، وإن سكتنا عنها في السابق لكن لا أحد يعرف المقايضة دي كم قيمتها وكم يقابلها من دولار، يعني من عملات أجنبية. زايد أن المقايضة ليست دقيقة فيما يتعلق ما يقابل البرميل الخام بالمشتقات، وعلى الجميع أن يوحد الرؤية في سبيل إيقاف هذا العبث. نعم. طالب بإقدارة بإيقافه لكن لم يحصل شيء واستمر المقايضة. على العموم إجراءات السيد ناجي عيسى والتي اليوم اكتملت بوعود تتعلق بحوالي ضخ 15 مليار، وأعتقد هذه طبعت وطلب طبعها من قبل صديق كبير فيما سبق، 15 مليار دينار جديدة ستورد اتباعا، وتم توريد أول أمس حوالي 2 مليار أعتقد منها، وستم توريدها اتباعا إلى مصرف المركزي وستوزع على كل ليبيا. لكن هذه هي بديلة على ما يقارب 50 مليار سيتم سحبها نهائيا من فئة 50 دينار، وليست زيادة في طباعة العملة المحلية، بل هي بديل لما تم طبعه في السابق مما سمي بكبير العملة المزورة، والتي إلى الآن لم يظهر منها شيء، يعني لا يكاد يذكر ما ظهر منها، بل بالعكس حتى التي تم تزييفها فالتزييف كان فيها بمواصفات فنية عالية. وأكيد الصديق الكبير ومن زيفها يعلم جيدا كم تم ضخ منها في السوق الليبي، وأثرت سلبا في أسعار العملات، وتم شراء بها مليارات الدولارات لتصرف هنا وهناك، ويعلم الجميع من هو المتسبب في هذه الأزمة.